السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي جديد، ماشي ديال الخياطة وديال الفصالة كما معودين عليا. فكرت ان شاء الله غادي نبدا مشروع ديال الخياطة، واول حاجة نبدا بها هي الجلبات، ومن بعد ان شاء الله الا نجح لي المشروع ديالي راه غادي نزيد نتسع، غادي ندير قفيطنات ولباسي وقميصات هكا ديال الدار. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تدعموني في هذا المشروع هذا اللي فكرت فيه، راه شحال وانا كنفكر فيه. البارح مشيت خديت واحد التلوينه ديال التويبات كما كتشوفوا معايا هنايا. انا راه خديت واحد 12 ديال البياسه، هذه هي التلوينه ديالهم اللي خديت. المهم خديت اللوينات اللي هما اللي مطلوبين واللي كيتلبسوا دائما، ومازال اللوينات كاين تلاون بزاف، كاين اللوينات اللي هما مفتوحين اللي خارجين هذا العام بزاف على الموضه، ولكن ان شاء الله تنشوف هذا المشروع واش غادي ان شاء الله ينجح لي ولا ما غاديش ينجح. وانا دايره يقيني في الله سبحانه وتعالى بان هذا المشروع ان شاء الله غادي ينجح لي، وبانكم غادي تدعموني فيه كما دعمتوني في الاول في القناه، غادي تدعموني دابا ان شاء الله. انا كنحسبكم بحال العائله ديالي، ونتمنى هاد العائله تزيد تكبر، وغادي تكبر بكم ان شاء الله بانكم غادي تبارطاجيو هاد القناه مع العائله ديالكم مع الاصدقاء، وغادي تزيدوا تدعموني ان شاء الله تغتولي عائله كبيره وغتكبر بكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غنوريكم التويبات اللي خديت، التويبات ديال الكريب. كما كتعرفوا الكريب راه كيتلبس بزاف هاد الاعوام الاخيره، وفي نفس الوقت كيجي زوين في اللبسه، كيجي الجلابه ديالو كتجي نخبه، كتجي نازله وكتجي منخويه، وشنو ما درتي فيها كيبان، سواء الطرز ولا التنبات ولا كديريها غير سامبل بالطريسنات، باش ما درتيها كتجي زوين. هنا نوريكم اللوينات اللي خديت اللوينات اللي ضاربين. المهم هاد العام اللي عليهم الاقبال بزاف هما هاد الموطا وهاد الموف. هاد الموف هذا بحال لي غوز موف، وهذا موف مغلوق شويه، هادو اللي هاد العام بزاف مطلوبين. خلاص البلوسيان حتى هو مطلوب، هاد زريرق الكرونه البلوماري، هادو حتى هادو دائما كيكونوا هاد اللوينات هادو ما كيدي موضاش ولا ما كيتحيدوش. عندك الكرونه البلوماري الزيتي الكحل زرق، هذا راه زرق، راه غير التصوير ما كيبانوش اللوان مزيان، اما هما لوينات الصراحه هنا مباشره كيبانوا زوينين. هذا الزيتي كما كتشوفوا هنايا راه زيتي، كيبان في التصوير مغلوق شويه. هذا موف مغلوق، وهذا الكريب هذا راه كيجي غزال. انا راه دايره جلالب ليا ولبناتي، دابا نوريكم جليلبات اللي درت لبناتي وليا العام اللي داز، درتهم بالطرز الرباطي باليد، دابا نوريهم لكم ان شاء الله. باقيين جدادين ومازال لحد الان ملي كنلبسوهم كيبانوا بحال لي جدادين، كيسولونا عليهم الناس. هذا عاود هذا اللوين هذا جاي بحال ليموني حتى هو ديال هذا العام. المهم كاينين بزاف ديال اللوانات اللي خارجين بزاف هذا العام، مفتوحين بزاف، عندك الاورانج الصفار. المهم ما جبتش انا داك التلوينه هذيك، تنشوف ان شاء الله غنبدا معكم بهادو وندير شكيلات ديال الخدمه، ندير العقيق، ندير الطرز، ندير الجليلبات اللي هما خفيفين بالطريسنات، طرز الرباطي اليد، طرز الماكينه، طرز الغرزه حتى هو كاين. وان شاء الله اللي بغات شي حاجه ليها ولا لعائلتها ولا هذا مرحبا. اجي حبسي. كما قلت لكم غنشارك معكم ان شاء الله حتى الزواقات اللي غادي ندير فيهم، غنشاركهم معكم. حتى اللي بغات شي زواقه مثلا، بغات شي جليبه ان شاء الله واختارت الراسه شي زواقه وبغاتها، غير توريني الزواقه ولا تطلب مني الموديل اللي بغات نصاوبو لها، سواء باليد ولا بالماكينه ولا المهم باش ما بغات ان شاء الله مرحبا. انا راه اصلا انا في الاول قبل ما نكون خياطه راه كنت طرازه ديال اليد، كنت كنطرز باليد 12 عام وانا كنطرز الطرز ديال الرباطي باليد، ومن بعد كنت كندير التنبات. المهم كندير جميع الخدمات ديال اليد كنت كنديرهم، كانت بقات لي الخياطه الحمد لله تعلمتها حتى هي. ومنين تعلمتها والراندة
راني اصلا حاطه شي فيديو ديال الرنده في القناه، ومنين تعلمت الخياطه فكرت انني نفتح قناه ونشارك معاكم هاد التجربه ديالي في الخياطه، ونفيد الناس اللي باغيين يتعلموا هكا في ديورهم، اللي ما عندهمش فرصه انهم يخرجوا يتعلموا في النادي ولا يتعلموا في مدارس، علاش لا تتعلمي غير في دارك. وان شاء الله مازال ندير لكم شي فيديو واحد اخر اللي هو تحفيزي انك تتعلمي في دارك، لان الانسان يمكن له يتعلم في دارو اي حاجه بغاها واي حاجه كيحلم انه يتعلمها ولا يحققها في حياته يمكن له يتحققها في دارو بلا ما يخرج. وان شاء الله مازال ندير معكم شي فيديو واحد اخر تحفيزي. جي قطعي شنو علاش هو قطع. كما قلت لكم كنت كان نخدم الراندا وخدمت الطرز الرباطي وخدمت التنبات وخدمت المهم الخياطه، كل ما كيتعلق بالخياطه الحمد لله كنت كنخدمه. اخر حاجه تعلمت لها وهي الخياطه اللي شاركتها معكم في هذا السنه الاخيره في هذا العام، لان القناه ديالي مازال ما كملتش عام، ولكن انا راه كنخيط هذه مده ديال واحد 5 سنوات وانا كنخيط. وهذا العام فكرت بانني نشارك هذه التجربه ديالي مع الناس وبانهم يستافدوا الحمد لله، ولو يستافدوا مني غير قليل ويقولوا الله يرحم الوالدين، فهذا فضل كبير انني نخلي واحد صدقه اللي هي جاريه ان شاء الله، هاد القناه تبقى والناس يتعلموا منها. وكنت منين هاد العام ان شاء الله، هاد العام من الاول ديال السنه وانا كنحلم بانني ندير واحد المشروع، والان تجرأت في هذا. شنو وقعت هكا عادي كما قلت لكم ان شاء الله الموديل اللي بغيتو واللي حبيتو الموديل اللي سواء سامبل سواء انا عامر سواء انا بالطرز الرباطي ولا بالطرز الماكينه ولا طرز الغرزه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ونتمنى انكم تدعموني في هذا المشروع ديالي. انا توكلت على الله سبحانه وتعالى ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبني وغادي يزيد يكبر، وكنقول لكم مرحبا بكم للناس القدام اللي معايا ولا الناس اللي غيدخلوا جداد، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، فانا كنحس بكم عائلتي وكنحس بكم خوتي، والتعامل اللي غنتعامل معاكم غنتعامل على اساس انكم عائلتي، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. هنايا بالنسبه لهاد التويبات هنا راه كاين الكريب عندي على 3 ديال، كاين على 3 ديال الاشكال، كاين اللي زايد في الثمن كاين اللي معوض في الثمن كاين اللي شويه رخيص. هنا عندي هدايا، هذا كيتسمى متوسط دابا هو اللي كان العام اللي داز بزاف، هذا ثمنه متوسط، هذا ثمن هذا ديال هذا العام اللي خرج هذا العام ديال دوفاس، هذا ديال دوفاس راه زايد شويه في الثمن، راه داير هذا داير 200 درهم للتفصيله الكوبو، عنده هنايا دوفاس هنايا بيج مفتوح بيج شويه مغلوق، وهنا من الداخل مارو كما كتشوفوا، هنا مارو وهنا بحال لي بيج مغلوق شي شويه، وهذا هو الوجه ديالو وهذا الدخلاني ديالو. غير هو في القب ملي كيجي مخيط كيجي القب هكا باين في لون واحد اخر، عندك في القب وعندك في الكميمات كيجي بحال لي دايره جلابه بقميصه. هذا ديال هاد العام، هذا خديت منه غير التفصيله هذه، غادي نخدمها ان شاء الله الا كتاب خديتها ليا، ولكن الا ان شاء الله هذا لا بغاتها زعما شي وحده ولا هذا مرحبا، انا المهم خديت وحيده غير باش نبين لكم الثوب اللي كاين هذا العام اللي خرج جديد هذا العام. ولا بغات شي لا من نخيطها ان شاء الله غنديرها اما بالطرز الرباطي، انا غنشوف الموديل اللي غادي ندير فيها، ولا عجبت شي وحده مرحبا هي الاولى ان شاء الله، هما انا غادي نصاوب راسي عاود وحده اخرى. وكاين هذا اللي قلت لكم كاين العام اللي داز صاوبت منه انايا وبناتي وجلال بو، كيجيو فنين في اللبسه كيجيو نازلين وكيجي غزال وكيبقى، راهم باقيين عندي جدادين جلال. وكاين هذا شويه ناقص في الثمن على هذا وعلى هذا، هنايا عاود واحد 5 ديال التفصيلات، عاود الانسان كل واحد وعلى الاستطاعه ديالو وعلى جيبو. عاود حتى هذا راه تقريبا كيجي بحال هذا، غير هذا كيجي شويه نازل هكا ثقيل ونازل، وهذا كيجي خفيف هكا في اللبسه حتى هو كيجي نازل غير هو خفيف، هذا خفيف وهذا ثقيل. وداك الساعه كل واحد حنا كنبغيو نخدمو الكلشي، اللي
كل واحد واستطاعة ديال جيبو ديال الامكانيات ديالو، كنخدمو مع اللي عنده مع اللي ما عندوش. كلشي يلبس الحمد لله الجديد، وكلشي يلبس نهار العيد ولا في رمضان ان شاء الله. دابا جاي شعبان وجاي رمضان، غير ديال الجليلبات كيتلبسوا بزاف في شعبان وفي رمضان وفي العيد. كما كتشوفوا هنا اللوينات، هادو هما اللوينات، راهم كلهم زوينين. الزيتي هذا زرق، هذا الكحل كما كتعرفوا الكحل راه كيجي زوين، كيجي غزال. الكحل احسن لون هو الكحل. هذا الموطارد الموف، هذا كيسميوه بحال ليني ولا جاجي ولا كل واحد شنو كيقول له. هذا الموف ازرق بلوسيان، كرونا بلومارين، هذا بحال المصفر. راه تما كيجي جاي مفتوح بزاف التصوير، اما هو هنا كيبان شويه مغلوق. وهذا خلاص الموف مغلوق، وهذا مارو، هذا اللي قلت لكم زايد في الثمن. واللي بغى شي حاجه ان شاء الله مرحبا والف مرحبا، ونتمنوا انكم تدعموني وتبارطاجيو القناه وديروا جيم وتشاركوها ان شاء الله مع عائلاتكم مع الاصدقاء. وكنقول لكم شكرا شكرا على الدعم ديالكم للقناه اول حاجه، راه بيكم ان شاء الله غادي نزيد القدام. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تزيدوا تدعموني في المشروع. وكنقول لكم شكرا بزاف من قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله.